يا دكتور، دلوقتي حضرتك مؤيد لقضية الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ لازلت حتى الآن أنا بأرى إن الدستور أولا هو الأساس لبناء الدولة العصرية الحديثة، الدولة الديمقراطية، وإنه الدستور هو اللي بيضع، هو اللي بيخلق المؤسسات وطريقة انتخابها وطريقة تكوينها وسلطاتها، وأيضا رئيس الجمهورية وسلطاته وشكل نظام الحكم وما إلى ذلك. وهذا كله لا نعرفه. وناس قامت بالثورة والشعب المصري قام بالثورة عشان يجني ثمارها، ويجني ثمارها بالتغيير الجذري وليس بالتغيير السطحي والشكلي اللي هو بيسمى مجموعة إصلاحات شكلية. نفس منهج حسني مبارك ونفس منهج النظام السابق هو الذي يجري حاليا. عشان كده أنا لست مستريحا لهذه الإجراءات، وإن كل ما يتم هو إعادة إنتاج النظام السابق في شكل جديد. تمام. طب يا فندم، دلوقتي الناس في بعض البعض يتذرع بنتيجه الاستفتاء، وبيقول ان الاستفتاء كان على التعديلات الدستوريه وتم بالموافقه وكده، يعني نرد نقول ايه؟ اللي هو على الاستفتاء؟ لا، الاستفتاء سقط بنهايه باعلان البيان الدستوري. وكل التقدير والاحترام للشعب، لكن هو للاسف الشديد الشعب الذي ذهب الى صندوق الانتخابات ذهب لاعطاء رايه في عدد من المواد في الدستور الذي سطح بسقوط الثورة. ولذلك بنقول ان هو اول انتهاك تم في البيان الدستوري لإرادة الشعب، فبالتالي سقط الدستور. لانه احنا طبعا كنا عايزين دستور جديد، نستفتي الشعب دستور جديد. انت استفتيته على تعديل دستور، مواد دستورية في نظام سقط، فاحنا طبعا ده مرفوض. الى جانب كمان لكن هذه الأغلبية أغلبية عاكسة للتغيير وراغبة في التغيير، ولكن في إساءة استخدام لهذا التغيير. إلى جانب كمان دكتور أن البعض خدع بفكرة الأمن والاستقرار ونعمل الاستفتاء. لا زال رغم مرور أكثر أو ما يقرب من 4 شهور على الاستفتاء لم يجد الشعب لا استقرار ولا الاستفتاء طلع صوتية كده حاجة كده بسرعة. يعني أنا بتقديري كنا نستفتيه على البيان الدستوري. صح. وبعد فترة من الوقت لازم يشرح للناس ولازم كذا، لازم يتوضح ويوعي الناس، عشان لازم تدفع الناس يعني في الاتجاه السليم، ما تخدعهمش. ما تجيش انت تستخدم المساجد بصمت المجلس الاعلى للقوات المسلحه على انه الاستفتاء واجب شرعي. نعم، واجب شرعي طبعا. ده كلام كان كل المساجد بتتحدث يوم الجمعه رغم اعلان اللجنه العليا للانتخابات بان ما فيش ممنوع الكلام في اليوم السابق على الانتخابات، كانوا يقولوا الذهاب الى صناديق الانتخابات واجب شرعي، ونعم واجب شرعي جميع المساجد بلا استثناء، وكانوا بيسفهوا وبيحقروا من الناس الذين يقولون لا للاستفتاء. وحتى الاستفتاء جاء نفسه اخضر واسود، لا بقت اسود، رمزها اسود، رمزها غير مقبول، وده انحياز مسبق لنتائج الاستفتاء. لو اتكلمنا عن الاستفتاء، هذا الاستفتاء مع احترامي للغالبيه اللي طرحت شكلا، الا ان هو في مضمونه انا في تقديري انه استفتاء غير حقيقي وعليه مآخذ شديده جدا، ويمكن ان نواجه الانتقادات، ولكن لا نريد ان نحبط الناس حول هذا الاستفتاء. شكرا لكم.